وللمزيد من المتابعة وتفاصيل ينضم إلينا الدكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية. بداية مع التحقيق في الاتهامات الخاصة بإثارة العنف، هل برأيكم بدأ تفعيل الإجراءات والقرارات التي صدرت مؤخرا من الرئيس التونسي؟ أهلا بك يا فندم، وأهلا بكل مشاهدي التلفزيون المصري. في البداية الرئيس قيس سعيد اتخذ الخطوات التي تحفظ أمن واستقرار الدولة التونسية، ويأتي على رأس أهم الأولويات بالنسبة للرئيس قيس سعيد هو الملف الأمني لما يمثله من أهمية قصوى، نتيجة أن العدو أو الخصم وهو حركة النهضة الإخوانية لا تدين بالولاء للشعب التونسي، ودائما وأبدا تتخذ خطوات تهدد وتزعزع الاستقرار داخل الدولة التونسية. تعيين وزير للداخلية اليوم هي خطوة مهمة في سبيل حفظ الأمن الداخلي التونسي، ولكي يقوم بمهام من المهم جدا أن تتم في المرحلة القادمة، ومحاولة أن توقف حركة النهضة الإخوانية عند وضع معين لا تتعداه، لأنه سوف يكون هناك في الفترات القادمة يعني محاولة من حركة النهضة لضرب العمق والأمن القومي التونسي، ومحاولة منها أيضا إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في تونس. نعم. وبالتالي الملف الأمني على رأس الأولويات للقيادة السياسية التونسية. دكتور حامد، كيف تقيم الدعم العربي الحالي لتونس في هذه المرحلة بشكل خاص؟ يعني لابد أن يكون هناك موقف قوي عربي موحد مع تونس، لأنها تونس الآن تجابه عدو ليس عدوا للشعب التونسي فقط، ولكن هو عدو يعني للمنطقة العربية بل وللعالم أجمع. تونس الآن تحارب الإرهاب في أبهى صوره، وهو حركة النهضة الإخوانية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، ونجحت الدول العربية كانت بداية انهيار هذه الحركات التي لا تدين بالولاء لأي شعوب في مصر في ثورة 30/6، والآن الرئيس قيس سعيد يستكمل المسيرة ويقضي على هذه الحركة الإخوانية. لابد أن يكون هناك ظهير عربي سياسي قوي خلف القيادة السياسية التونسية في محاربة هذا العدو الذي ينخر كفسادا وظلما في الشعب التونسي. نعم. ويحاول أن يعرقل مسيرة التنمية في تونس بكافة الطرق والتوجهات. نعم دكتور حامد، كما ذكرنا من أهم التطورات التي حدثت في تونس أنه مؤسسة الأرشيف الوطني في تونس دعت جميع موظفي الدولة إلى حماية كل البيانات وكل الوثائق أثناء أداء المهام التي يقومون بها خلال هذه المرحلة المهمة في تاريخ تونس، والإبلاغ عن كل فعل من شأن أن يلحق الضرر بالوثائق الإدارية. أهمية هذه الخطوة في هذه الفترة تحديدا؟ هي لها أهمية ولها دلالة. الأهمية وهي محاولة إيقاف الفساد ووضع يد الدولة التونسية على الملفات التي تدين مسؤولين بأعينهم وهم من حركة النهضة في ارتكاب جرائم فساد سياسي ومالي، هذا من ناحية، ولها دلالة قوية على حجم الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب التونسي، دلالة واضحة على أن الجرائم كثيرة، وتريد حركة النهضة أن تفند الدليل وتبطله وتحاول أن يلغي تماما من الوجود، وبالتالي سوف تتخذ خطوات في محاولة حرق هذه الملفات وتبديدها وعدم وجودها، لأن الرئيس قيس سعيد تولى النيابة العمومية وسيقوم باتخاذ خطوات سواء تحديد إقامة بعض المسؤولين والعمل على إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لارتكابهم جرائم في حق الشعب التونسي. نعم. وبالتالي ستحاول حركة النهضة أن تقوم مثل هذا الإجراء في الفترة القادمة. أشكرك جزيل الشكر دكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة.